شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجم جمهورها فيديو من كواليس تصوير حلقات The Voice Kids أثناء التحضيرات اللي عم تجريها قبل التصوير والصعود على المسرح على أنغام غنيتها قلبي بيسأل عني. نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة جمعتها بالممثل عادل إمام، الممثلة لبلوبة، الممثلة ميرفت أمين والممثلة يسرى، وأرفقت صورة بتعليق صورة للتاريخ مع الزعيم. نشرت الممثلة نيكول سابا على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مسلسلها الجديد أولاد تسعة اللي رح تلعب فيه دور أختين توم، وكتبت حلو وغريب بالواحد يشوف أنه في مثله اثنين، وسألت شو رأيكم؟ بتحبوا يكون في عندكم خي أو أخت توم؟ بعد سنة على تقدمها بطلب الطلاق من النجم براد بيت، عم بتخطط النجمة أنجلينا جولي لزواجها الرابع من رجل أعمال ثري. وبحسب تقرير مجلة انتاتش ويكلي، حبيب جولي الجديد بريطاني الجنسية وبلشت بمواعدته سراً من أوائل العام الحالي 2017. كعادتها أثارت عارضة الأزياء ميريام كلينك الجدل كونها بتتقصد الظهور بشكل جريء، فنشرت فيديو هي وعم ترقص بقميص مفتوح لتظهر ملابسها الداخلية وعلقت عليه وكتبت الملكة. شوق الممثل المصري أحمد مالك جمهوره لحلقته المنتظرة مع الدمية الساخرة قبل فهيتا ضمن برنامج من الدوبلكس، فنشر صورة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس الحلقة ظهر فيها عم يتبادل قبلة حميمة معه، وعلق مالك على الصورة وقال مع الأبلة في لحظات حميمة. بالرغم من نفي المستمر للموضوع، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً عن توجه الممثل ومقدم البرامج باسل الزارو والممثلة التركية مريم أوزيرلي للزواج. فبحسب صحيفة وطن التركية، باسل رح يرافق مريم لمقابلة عائلتها بعد ما كان سافر مسبقاً على ألمانيا والتقى بأخته الكبيرة. وهلأ مننتقل للشيك بوليس. لنساعدك أكثر لتنقي نوع المكياج خلال مناسباتك المسائية، اختنا لك مكياج من توقيع خبيرة التجميل رانيا قيس المتألقة. استخدمي على العين ظلال عيون من الألوان الترابية مع الأيلاينر الأسود لتحديد العين وأعطاء سحر خاص وغموض آسر. استخدمي أحمر شفاه من الدرجات القوية والرائجة هالموسم مثل اللون التوتي. أما نصيحة خبيرة التجميل رانيا قيس الجوهرية، فهي عدم المبالغة بوضع المكياج واختيار الشمر والفاونديشن يلي بيتناسب مع لون البشرة ونوعيتها. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوه، انزوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يومياً بموجز بقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.